البيت هدوه واصحابه كانوا موجودين فيه، البيت مش مخالف، بيت اتهد جابوه كله بالعيشه والكلام ده كله بالناس اللي كانت موجوده جوه البيت. احنا كنا واقفين في البلد وسالوا علينا كنابل سيل للدموع ورجعونا ورا، والعيال كانت بتقع تسرق مننا وما عرفناش نعمل اي حاجه، وهدوا سور المطار ودخلوا علينا وفضلوا مزقلوا فينا كنابل سيل للدموع ودخلوا باللدر والكراكه هدوا وزالوا البيت كله. لو احنا مثلا عندنا زلزال ولا عندنا اي حاجه، المفروض الجيش هو اللي يعمل لنا اماكن ايواء، مش هو اللي يهد بيوتنا. ملخص الموضوع ان الجيش هنا بالتعاون مع الداخليه ومع المحافظه قاموا بازاله بعض البيوت في البلد. البيوت ديت مقامه، في منها المقام بقاله 30 سنه، وفي منها المقام بقاله سنه او سنه ونص او 6 اشهر، وفي منها بيوت معاها تسريح بناء. احنا لما اتكلمنا مع الضباط وقالوا لنا انتوا دي ارضنا، طب ارضكم ازاي واحنا بندفع عليها بقالنا 80 سنه للاصلاح الزراعي؟ الاصلاح الزراعي بندفع بقالنا 80 سنه، يعني الارض ديت خدت حقها وزياده مننا، ازاي هي تبقى ارضهم؟ اكلم واحد يقول لي ده حق المطار، قلت له ما هو حق المطار، ما جاش ليه انا يا ابني، قلت له ما تبنيش هنا، ما جاش ليه حد، ما جاش ليه حد الا بعدها بسنين، جايني وبيت في كهرباء وفي ميه وفي كل حاجه، وهدوا البيت علينا واحنا قاعدين. دي ملكيه 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 لاصحاب البلد ومسجله، والمطار مالوش فيها سنتيمتر واحد، والمطار جه على اخر حقده وبنه سور عامل زي السور العازل بين غزه واسرائيل. طب ملك المطار ما خدتوش ليه؟ بنيت على اخر حقك ليه؟ انت بين السور اهو، بنى على اخر حق، ايه اللي يعديك ورا وتقول ده ملكي؟ ودي ملكينا احنا، والعقودات موجوده وكل شيء موجود. المتحدث باسم الجيش كان بيقول على التلفزيون احنا لو ارض معاها فيها ناس معاهم عقودات ومعاهم حاجات احنا ما نقدرش نتعدى عليهم. طب ازاي المتحدث باسم الجيش يقول كده على التلفزيون وهم يعملوا كده فينا؟ البلد دي بقى لها اكتر من 160 سنه، 160 سنة هم اللي جايين علينا، اللي هم بنفذوا كله في ملكنا احنا مش ملكهم هم. الموضوع اصله شخصي بين قائد المطار وبين شاب من الشباب هنا بيبني في بيته، فهو شاب يعني تعلمه على قده، فهو الضابط بيقول له بتبني ليه ما بتبنيش ليه، وان كان مش من حقه انه يقول له ما تبنيش بس هو شتمه. فمن هنا خد العميد قائد المطار خد الموضوع شخصي جدا جدا جدا، وقال والله لازم اي حد بنا في وجودي يتزال. قلنا له في ناس هنا بانيه معاها تسريح، قال لا تسريح ولا غيره، احنا اقوى من المحافظه واقوى من الداخليه واقوى من اي حد، واللي واقف قدامنا هنفرمه. مرتشي المخش في البيت 30,000 جنيه ما يتبناش، اللي هو الراجل المحترم اللي هو تبع الجيش عادل صالح الحصري ضابط في الجيش هنا هو اللي طلب مننا الرشوه. الملياردير هنا ما معهوش نص فدان بياكل فوق عياله، اغنى واحد ما معهوش نص فدان، خدوا اراضينا وخدوا حاجتنا وشحتونا وبيضربونا بالكنابل وبيضربونا بكل حاجه. بتكلم مع الضابط يقول لي روح اقعد على الحجر، بقول له نقعد فين؟ بيقول لي روح اقعد على الحجر مرسي. الادهى من كده حضرتك، وهو جاي يزيل البيوت ديت عشان يخش لها الشارع ضيق، خد بيتين في سكته، نقول له حرام عليك دي مش موجود في الازاله، ده ديت بيوت مبنيه بقالها 30 سنه. هم جم خدوا رجالتنا بالليل مننا ودوهم الامن المركز، وصبح الصبح جم هنا بقوات امن مركز 10 عربيات امن مركز والجيش هنا، ومعاهم قنابل سيله الدموع، واحنا واقفين عند بيوتنا هنا كده رموا علينا القنابل، القنابل دي ولعت هنا في بيتين، وكان مؤاخذه فيها المواشي والطيور ولعوا والحاجه فيهم، ونقول لهم عدوا المطاف، قلنا لهم هدوا، احنا في بيتنا قلنا لهم هدوا بس عدوا المطاف، الطف اللي كان معاهم المطاف ما عدوش المطاف اللي من البيتين اتهدموا خالص من الولع. ذنبنا ايه في البلد اتهدى على الطيور وعلى البهايم وعلى الحاجه اللي فيه؟ ذنبنا ايه؟ كل ما نيجي نتكلم يقول لك الجيش خط احمر، الجيش خط احمر، ما حدش يتكلم مع الجيش. نتكلم مع الداخليه، الجيش والداخليه بيضربوا فين؟ يشيلوا السور ويخشوا يهدوا بيوتنا ويهدوا حاجتنا. يضربونا بكلام المسلسل الدموع واحنا وعيالنا وموتونا في قلب البيوت. مين اللي يجيب لنا حقنا؟ رجاله المباحث تخش في وسطنا تاخد الناس بتاعتنا وتدخلها غصب عنهم. رجاله الشرطه بيخشوا ياخدوهم غصب عنهم. ظباط المباحث مفيش حد قادر يكلمهم خالص. وزقنا طبقة صحيح من بهدلتهم فينا وفي اطفالنا. فايه واخدين طفل عنده 12 سنه يعملوا بالطفل ده ايه؟ احنا مصريين ما احناش اسرائيليين. يعملوا بالطفل ده، يعملوا عيل لسه ما طلعش بطاقه ولا اي فكره عنده على اي حاجه، واخدين يعذبوه ويضربوه بهدلوه هناك ليه؟ طبعا كان في مقاومه من البلد، كان في مقاومه من البلد، شيء طبيعي، ما حدش يجي يزيل بيتك وتسيبيه. يقول لك ظابط المباحث اتعور، طالما ظابط المباحث اتعور لازم البلد كلها ما تنامش في البلد. احنا بقالنا ثلاث ايام بننام في الاراضي، بننام في الاراضي في طول السباق. هننام احنا فين؟ مش عارفين نغير هدومنا. بقالنا ثلاث ايام بننام بره. هنعمل ايه عشان خاطر نرضي الحكومه؟ نرضي المحافظ ومدير الامن، نعمل لهم ايه؟ ورئيس المطار،
والضابط المحترم المرتشي بقى اللي يخش يطفي الولع ياخدوه ويمشوا ويضربوهم ويعذبوهم يهنوه. جينا نقف عند بيتنا يقولوا انت واحده ست راجل عيل هيجي يقف قدامنا ناخده المرات جوه في المطار. فيهم ناس من بره البلد وموجود مظبوط ده خدوهم بالصدفه كده واقفين يتفرجوا وجايين يشوفوا ايه في ايه. خدوهم كده من ظهرهم وقالوا لهم دقيقتين والدقيقتين بقى حضرتك دلوقتي بقى 4 أيام في 15 يوم والله اعلم. الضابط المحترم بيقول لك لازم اعلم البلد كابتن الادب. هو واحد هيعلم بلد الادب عشان ايه محمد في وظيفته ان هو ضابط جيش. كل ما نيجي نتكلم يقول الجيش خط احمر. الجيش خط احمر. صور انت كمان صور عشان توريها له صور عشان توريها له. كل ما نتكلم يقول لك الضابط ايه خط احمر الجيش خط احمر محدش يتكلم في اي حاجه وانت صور صور عشان توريها له. لا ما تخافش من حد لا بنت تهدد وخلاص.